صح؟ هنيجي ناخدها. والثانية ده طبعا الحالة برضه العريش العريش مستشفيات العريش مستشفيات وادي في أسر فيها خمسة يعني عائلات. طلب وزير الصحة بإعداد وتجهيز المستشفيات. وزير الصحة ينتج بقى العناية والاهتمام. لا عينينا هنيجي نقعد معاكي بس نشوف بس حالات التسمم دي. ماخذ احمد اخد حركه كده فيديو. دول اولادك يا حاج عيد؟ معايا خمس حالات. انت شريت لهم واديتهم في البيت. بس انا جاهز من الاهمال. اسمها ايه دي بقى؟ جيهان تبعك دي حاجة ايه؟ صالح مسعودي؟ الشيخ صالح صديقي يا ابني وانا رحت عنده. هنا برضه. اما جابني اسمه عبد الناصر جابني. عياله تعبانه برضه؟ انتوا كلكم بتحبوا البوزه كده للدرجه دي يا ولاد؟ يخرب بيت البوزه يا راجل. ده تبعك برضه؟ لا ده محفوظ ده بعيد. هو فين الحمام اللي هنا؟ الحمام مرجوع اهو. ايه الحمام ايه المشكله؟ لا لا حمامات ده ليه؟ لا ده ابويا كده ما انت حقه له عم. ده ضاع في التصوير ده. احنا شفنا حمامات. الحمد لله. اكرمكم وكتب لعيالكم عمر جديد. فين العمر؟ اكرمهم. ايه؟ ماشي على طول بسرعه يا احمد ماشي. ما انا هكلمك انت تكلمني دلوقتي الفيديو بسرعه استنى بس ما اجيلك. ده تبعك برضه يا ماما؟ تبع الحالات ده؟ ما فيهاش اجهزات يعني؟ من الحمال ده؟ انا بتكلم على الحمال. فين الحكومه؟ فين اللي ممكن؟ فين الدنيا دي كلها؟ ايه؟ الحمد لله حاجه ان ولادك ابوها دوله معرفه. لا عينينا هنيجي نقعد معاكي بس نشوف بس حالات التسمم دي. ماخذ احمد اخد حركه كده فيديو. صح؟ هنيجي ناخدها. والثانيه ده طبعا الحاله برضه.